بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرف، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني علي أو تقايسني به، أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي جميعا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها، ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك والشكر لك، الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين، على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب. اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني
وخلاص نفسي وقضاء حوائجي، وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي، وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه، وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر. اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره، لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى تريانيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء، وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء. جميعا اللهم اسمع دعائي، اللهم اسمع دعائي، اللهم اسمع دعائي، وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك، وامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان، وأنا معافا من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه. في وداع هذا الشهر نتوسل بإمام زماننا لكي يكون هذا الشهر مقبولاً ومرحوماً ومتقبلاً، فلنقم جميعاً. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية
وجلات وعظمت المصيبة. بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه، أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.